اوكي، سويت لنا اللي نحكي عن الترمينيشن. قلنا بعد ما تممنا نسوي فول اكزامينيشن اوف ذا بيبي فور اني يعني فيتشرز اوف سندروماتيك بيبي. مرات احنا مثلا نشوف فيتشرز مال داون سندروم او عنده فد مشكله بالفيشيز مالته، او انه نلقى في الكونجنتال انوماليز اللي هي اكسترنال من بينه، مثلا باللمس عند النيورال تيوب ديفكت، عند الجاستروشيسز. يعني نشوف شنو ممكن انه اني القاه بالجنرال اكزامينشن، وبعدين انه اخذ البيرميشن من الفاميلي انه اخذ سامبل. اوكي طلاب تسمعوني؟ اوكي، فاخذ سامبل من البيبي واجسها فور كروموسومال اناليسيز اند فور تورش study and in order to know the also the blood group، خصوصا اذا كانت المريضه ار اتش نيجاتيف انه هاي راح تحتاج تاخذ الانتي دي يعني after termination in order to avoid ار اتش sensitization. اوكي هاي بالنسبه للاي او دي. هسه نجي ننتقل الى الموضوع الاخر اللي هو الموضوع الاي او جي ار. طلاب ما ادري اذا اسوي سكرين دا اطلع من هذا، دا تشوفون السكرين هسه انتم لو لا؟ طالع قدامكم السلايد من هل طالع قدامك السلايد؟ نعم دكتور انت طلع. اوكي اوكي نجي على الاي جي ار. الاي جي ار اللي هو الانتروجين جروث ريتارديشن او فيتال جروث ريستريكشن ايضا يسمى. هذا also I need to know what how I diagnose it when I say that this baby is abnormally grown and it passes into fetal growth restriction. طبعا اختلفت الاراء، ناس قالوا انه اني اذا كان الجروث مالته اقل من الثيرد سنتايل او الثيرد سنتايل او التينث سنتايل، بس يعني most of them they say انه if the abdominal circumference of the baby or the estimated fetal weight is less than the 10th centile for the gestational age, then this baby is told to have intrauterine growth fetal growth restriction. يعني شو 10th centile؟ انا عندي growth chart يعني من يجي هذا السونارس دي يقرا الابعاد مال البيبي ويقرا estimated fetal weight. احنا الابعاد تعرفون احنا عندنا الكراون ديك المره حكيناها يمكن بالسيشن اللي حضروا وياي، عندنا كراون رامبلكس وعندنا هاي لحد ال 13 ويك المدوره، وبعدين من ال 13 ويك لل 32 عندنا البايبرايتال دايمتر، ومن ال 32 لل 40 عندنا تومر لينك. هاي شنو نعتمد عليهم بالاسسمنت اوف جستيشنال ايج، بس عندنا باراميترز اخرى اللي تقول لي انه الويت مال البيبي او وضعيه البيبي الجروث مال البيبي زين او لا، اللي هم منه اللي هم الابدومينال سيركمفرنس والاستيميتد فيتال ويت. فهاي شو اسوي؟ هاي اطبقها على جروث شارت. الجروث شارت هذا شنو؟ انه انا ويا كل جستيشنال ايج لازم مثلا الابدومينال سيركمفرنس يكون في ليفل معين، ويا كل جستيشنال ايج لازم الويت يكون في ليفل معين. فاني من احطها على الجروث شارت وشو اسوي؟ حاط لي انه يابا المفروض بهذا الجستيشنال ايج مثلا 95% من البيبيز او 90% من البيبيز يكونون على خلينا نقول فد خط معين، يحط له هو خطوط 90% المفروض على هذا الخط، 10% المفروض بهذا الخط جوا، زين 5% على هذا الخط، 3% على هذا الخط. فكل ما صار جوا النورمال، جوا اللي هم المفروض الاكسبكتد اللي هم 90% المفروض يكونون عليه، معناها انه هذا ابنورمال جروث. فقلنا اكو ناس قالت الا يوصل للثيرد سنتايل او اقل من الثيرد سنتايل، وناس قالت الا يوصل لل 5% من كل الناس، يعني من كل
الفيتاسيز أو إنه هو 10%. وقلت لكم يعني تقريبا يعني أكثر المصادر تقول 10%، إذا كان أقل من 10% من الجروث سنتايل إذن هذا يعتبر هو انترايوترين جروث ريتارديشن، سواء الاستيميتد فيتال ويت، الاستيميتد فيتال ويت اللي هو هم في معادلة معينة يدخل بها أبعاد معينة بالبيبي ويحطها بهاي المعادلة، والجهاز هو يطلع لها، يعني هو كسنورست عنده الجهاز مالته مبرمج ببرنامج يطلع لها هاي الأشياء، هو عليه بس يقيس، يعني هو مثلا يقيس خلينا نقول الفيمورال لينك، يقيس الابدومينال سيركمفرنس، يقيس الهيومرال لينك مال الهيومرس، فهذني كل واحد بيهن يعني مثلا ممكن انه هو يحتاجه بالمعادله يقيسه ويحطه بالمعادله، ويطلب من الجهاز يقول له قيس لي الاستيميتد فيتال ويت، فالجهاز يقيسه والجهاز يقول له يابا انه هذا يعني نورمال لو لا هذا اب نورمال، هذا اقل من السنتايل مال المفروض يكون عليها. فإذا قلنا إذا هو أقل من 10 سنتايل إذن هذا يعتبر IUGR. طبعاً الـ IUGR والـ يعني هو هذا الـ Intrauterine Growth Retardation قسم إلى Symmetrical and Asymmetrical، وقسم إلى Early و Late. Symmetrical و Asymmetrical من هل تعرف شنو الفرق بيناتهم؟ من هل؟ لا دكتورة تعرف شنو الفرق بيناتهم؟ شنو الفرق بين السيمتريكال والأسيمتريكال؟ ها؟ أنت بس ترى ما دا أسمعني. شنو الفرق بين السيمتريكال والأسيمتريكال IUGR؟ هسا إحنا عرفنا الـ IUGR قلنا هو when the estimated fetal weight or the abdominal circumference is less than the 10th centile for the gestational age. اكو سيمتريكال اي او جي ار و اسيمتريكال، شنو الفرق بيناتهم؟ شو يعني لك هذا وش يعني لك هذا دكتور؟ يعني صار الجروث مال الهيد اكثر من الاسيمتريكال، هذا اكثر من الابدومين. اوكي يس مو بس الابدومين واللور لينز، تمام يس اوكي. هذا الاسيمتريكال، والسيمتريكال يكون كله ذا سيم. يعني شنو يعني انه اني عندي هسه انا مثلا مريضه جتني قالت دكتوره انا، يا اما طبعا هي تجي شكت بروحها تشوف روحها مثلا هي جايبه قبل تشوفها بطنها صغيره او الدار مدايرها عائلتها بالبيت قالوا لها انت شنو هاي بطنك وما دي تكبر، يعني انت المفروض هسه خلينا نقول مثلا 7 اشهر وبطنك ما هي وينها يعني ولا كأن مبينه 7 اشهر، فهي تجي كومبلين او لا بالعكس انه هي تجي تشيك وانا دا اشوف من اداء اسوي اسسمنت، انا كلينيكلي بمن اسوي اسسمنت عاده من هل الجروس مال البيبي باي كلينيكال اكزامينيشن الالتراساوند لو الفندلهايت يس فندلهايت، انا ما دا احكي انفستيجيشن دا احكي باي اكزامينيشن فندل هايت، يعني أنا كل ما تجيني أنا ليش أجيب المريضة بالأنتينيتال كير؟ شنو الفكرة؟ لا أشوف الجروث مال هذا البريجنسي زين لو مو زين مال هذا البيبي شلونه، فكل ما تجي أنا أسوي أسسمنت للفندل هايت للسيمفيسيس فندل هايت، وهم أطبقها على جروث شارت أجي موجودة المفروض، فإذا أطبق على جروث شارت وده أشوف هاي مدى يصعد بالشكل الصحيح أو ده تجيني يعني سلو أو ما واقف في مكان معين مدى يصعد، راح أشوف أنه هذا عندها مشكلة بالgrowth of the baby. فشي سوي؟ أدزها النوبة ultrasound. الultrasound شي يقيس الـ biparietal diameter ويقيس الـ femoral length ويقيسها أيضا الـ abdominal circumference حتى يطلع قلنا الـ estimated fetal weight ويشوف الأبعاد مع البيبي. فممكن شي يلقى أنه الـ biparietal diameter أوكي دا يمشي ويا gestational age، بس مثلا الـ femoral length كلش قليل والفرق بيناتهم يعني كم ويك، يعني مثلا في 3 ويكس يعني مثلا يطلع لي البايبرايتال 33 والفيمورال لينث 29 كلش فرق مو؟ هذا شيء نسميه اسيمتريكال، انه الجروث ما بين التو باراميترز هواي اكو ديسكريبنسي ما بيناتهم، بينما تجي وحده ثانيه ديزل سونار يطلع ليها كلها صغيره، هي انا حاسبه انا وياها وعلى الايرلي الترا ساوند انه هي هسه مثلا 30 ويك، هو ده طلع لياهن الباي بارايتال وال
femoral length كله بده يطلع لي 26. معناها شنو هذا؟ هذا symmetrical. خوش؟ شنو الفرق بيناتهم؟ يعني هذا شطيك هنت إلى شنو؟ من يكون symmetrical أو asymmetrical بفائدة معينة؟ دكتورة، هو الابدومن يقلل الجروث مالتها من اكو انسفيشنسي بالبلاسنتا. زين، يعني اكو مال نيوتريشن. صورها لها علاقة. زين، وبعد يعني انت مو هي فيها زغرت في كل الاحوال، بس انا من يكون الهيد والابدومن واللمس ذا سيم ريدنج، يعني كلها تقرا نفس الجستيشنال ايج، معناها شنو؟ وين الخلل؟ معناها انه ممكن جينيتيك. عثيم، ليش؟ لأنه هنا شنو البادي كله تأثر بالبلاسنتال انسفيشنسي. حكينا ذاك اليوم ويا الجماعة بالسيشن، قلنا يصير نسميه انكفلايزيشن اوف بلاد. البادي يعتبر الهارت والبرين هم the most vital organs that should يعني assure the blood flow for them، سواء oxygenation أو nutrition. اوكي، الهارت والبرين، فالدم كله وين يروح او كله يعني خلينا نقول يتوجه على اليمن على الهارت وعلى البرين، يسموه انكفلايزيشن اوف بلاد. في مقابل انه يقل البلاد فلو للكيدني وللجت الجي اي تراكت وللليمس، اوكي، يعني الماسكولوسكيليتال سيستم. لذلك البيبي ايش يطلع الجسم مالته صغير، بس الهيد تقريبا within dates أو يجوز شوية أقل من dates باعتبار هو أساسا عدة placental insufficiency. أوكي، دا تفهم شلون؟ فهذا شي يسموه encephalization. هذا شو يؤدي إلى asymmetrical IGR، يعني من ألقى asymmetrical IGR يجب بالي أنه هاي المريضة عندها placental insufficiency. بينما إذا كانت عندها فد insult صار بال early pregnancy، مثلا صارت تورتش، مثلا صارت توكسوبلازموسيس او سي ام دي، او يعني في المهم صارت فيتال انفكشن، فيتال دامج صار، او انه هو عنده كروموسومال ابنورماليتي البيبي، هذا افكت ذا جروث فروم ذا بيجنينج، من بدايته هو ابنورمال. لذلك كله يطلع سيمتريكال، كله تطلع نفس الابعاد، بس هي كلها صغيره، كلها اصغر من الطبيعي، بس كلها نفس الشيء، يقرا نفس الجستيشنال ايج. هذا شو اسمه قلنا؟ هذا اسمه سيمتريكال اي جي ار. فيفيدني هذا الفرق انه السيمتريكال عن الاسيمتريكال، انه انا اعرف انه هاي المريضه احتمال بلاسنتال انسفيشنسي او لا، احتمال عندها مشكله من البدايه انه هذا الفيتال عنده دمج، بحيث انه سواله سيمتريكال جروث ريستركشن. فدا يقرا لي سمول فور جستيشنال ايج باي التراساوند، واني اصلا هم من دا احسب يعني باي كلينيكال اكزامينشن دا القى اقل من الديت. اوكي، الشيء الثاني اللي ممكن يعني ايضا يقسم الى الاي جي ار، انه early اي جي ار وليت اي جي ار. الايرلي اللي هو less than 32، والليت اللي هو يعني after 32. طبعا ايضا تقريبا الليت والايرلي تقريبا هم يشبهن السيمتريكال والاسيمتريكال، انه الايرلي اكثر شيء يكونون سيمتريكال، والليت عاده اكثر شيء يصيرون اسيمتريكال. زين، هسه أنا من إجتني المريضة وقالت لي أنه أنا دا أحس بطن صغيرة، أو أنا حسيتها صغيرة ودزيتها assessment for the fetal growth. طبعاً مو بس أنا، يعني إذا هي إجتني presenting with this problem، she can present أنه هي عندها يعني عندها مشكلة تحس أنه يعني the growth مالت الأبدومين مالتها مو طبيعي، أو قلنا أنا دا أحس أنه أكو مشكلة. طلاب دا تشوفوني، يمكن شوية انقطع النت، دا تسمعوني اوكي؟ فقلنا يعني ممكن انه انا يعني اجتني المريضة وحست، او انا حسيت بها، او انه المريضة عندها فدرس فاكتر يخليني اسوي لها سيريال جروث. يعني اكو ناس، اكو فيميلز، اكو بيشنس انا اصلا من البداية عندهم ريسك، واني ادري بهم دولة ممكن يصيرون عندهم فيتال جروث ريستركشن. فذن عندي risk factors، هاي risk factors أيضا تشبه risk factors اللي هي مالت الـ IUD والـ IUGR اللي هن منو. هسا خلينا نسوي share screen.
اوكي اذا دول الريس فاكتورز. الريس فاكتورز طبعا هم كل شيء هوايه، بس يعني احنا وي هاف تو ريمبر ذم، لانه قلنا هنا تقريبا يعني يشبهن الى حد ما اللي هم يصير عند جماعه الاي او دي، وقلنا هم ايضا من الكوزز اللي يسوي اي جي ار. فالريس فاكتور شنو؟ انه اول شيء مثلا بري اكزيستنج ماتيرنال ريس فاكتور، يعني عمرها اكثر من 40، مريضه سموكر، مريضه اون كوكين يوز، هذول جماعه الدراج ابيوز، او هي تسوي فد فيجرس اكسرسايز، هي فد اثليت او هيك شيء، دول معرضين انه يصيرون اي جي ار. ماتيرنال اوبستريك هيستري، هي بالباس اوبستريك هيستري عندها بريفيوس ديليفري اوف ا بيبي وذ سمول فور جستيشنال ايج، او عندها بريفيوس ستيل بيرث، او هي نفسها هي بيبي بورن وذ سمول فور جستيشنال ايج، هي اصلا من ولدت كانت سمول فور جستيشنال ايج، فممكن هذه تكون عندها. طبعا البيبي اللي هو يعني اي او جي ار هذا يعني يقول لك هذا يبقى عنده مشاكل للكبر، يعني حتى بعدين من يكبر ويوصل الاربعينات هذول اكثر عرضة انه الكاردييك كارديوفاسكولار ديزيز، الهارت ديزيز، يعني الهايبرتنشن، الدايابيتس، الميتابوليك سيندرومز، اللي هم ليش صار عندهم ابنورمال بروجرامينج اوف سيلز وين ذي ار وين ذي وير ان يوترو. اوكي فهذه اللي هي اصلا اي او جي ار جت للدنيا. ممكن ايضا من يصير عندها حمل ممكن ان يكون البيبي مالتها اي او جي ار. بعد انه الماتيرنال ديزيزز كرونيك هايبرتنشن، دايابيتس، طبعا مو دايابيتس سيتو هاي هي، لا دايابيتس فاسكولار ديزيز، لانه الدايابيتس احنا عاده نعرفه انه يسوي ماكروسوميا، بس من يصير ويا فاسكولار ديزيز فاسكولوباثي راح شي يسوي؟ راح يسوي بلاسنتال انسفيشنسي ويسوي لنا اي جي ار. زين اذا عندها رينال امبيرمنت او انتيفوسفوليك سيندروم ايضا قلنا هاي يسوي ممكن يسوي اي جي ار واي دي، فهذول ايضا ريسك. بعد الباترنال جستيشنال يعني سمول فور جستيشنال ايج، يعني ايضا اذا الاب هم كان سمول فور جستيشنال ايج ايضا ممكن انه يكون الاوف سبرينج مالته عندهم هاي المشكله. وبريجننسي كومبليكيشن بهذا الحمل اذا صار عندها هيفي بليدنج، اذا صار عندنا بليدنج ثريتند ابورشن بالفيرست ترايمستر، هذول ممكن يصير عندهم اي جي ار ليتر اون، فهذول ايضا يحتاجون سيريال جروث اسسمنت. زين بريجننسي انديوس هايبرتنشن، بري اكلامسيا، ان اكسبلايند اي بي اتش، ايكوجينيك باول، يعني الباول مال الفيتس زين نشوف بيها ايكوجينيسيتي، هذني كلهم يخلينا انه اخلي على هاي المريضه علامه استفهام او اخلي عليها فد كروس انه يا ترى هذه ريسكي فور اي جي ار اند نيد سيريال جروث اسسمنت. يعني احنا من اني من اكيد اخذت الانتينيتال كير وحكينا بيها انه قلنا اني ما احتاج بالبريجننسي غير تو سكانز، يعني كالترا ساوند احتاج بالديتينج سكان واحتاج السكان اللي هو مال يعني الانومالي سكان، لكن اذا مريضه عندها هيتشرس فاكتورز لا انا راح احتاج اسوي فريكوينت سكانز حتى القوا في السمول فور جستيشنال ايج او الاي جي ار اذا صار. اوكي فاذا دول these women should be offered serial assessment of fetal size and umbilical artery doppler. طبعا الامبليكال ارتري دوبلر شي يفيدني مثل ما قلنا هسه انه انا اذا يصير عندي انكفلايزيشن اوف بلاد، خلينا نطلع هاي الصوره مال الدوبلر. تشوفون هاي الصوره واضحه الصوره قدامكم، هسه هذه A وهاي B وهاي C، النورمال هو ال A. الدوبلر عاده يعني شيء يقيس البلاد فلو. اوكي والبلاد فلو احنا نعرف عندنا سيستول البلاد يمشي بيه بسرعه، وعندنا دايستول هم البلاد يمشي بيه بس السرعه راح تقل. فلذلك هسه اذا تشوفون هاي البيكس شو تمثل؟ البيك تمثل السيستول، البلاد فلو بالسيستول. اوكي واللي تكون سريعه فلذلك بيك يصير بيها لانه السرعه هنا عاليه. بعدين من صار الدايستول بقى البلاد يمشي لي قدام بس السرعه ما تقلت لانه دايستول ما دي يعني ماكو ضخ، بس هو لانه اكو دم دا يمشي فهو يعني دا يطلع عندي انه اكو يعني اكو شيء هنا فوق هذا اللاين فوق الزيرو. اوكي فهذا النورمال انه اكو بيك وبعدين ينزل ويصعد بيك وينزل وهكذا بس ما يوصل للزيرو. ليش؟ لانه دائما اكو فلو، نورمالي انه دائما اكو فلو. زين هذا النورمال. من صار عندي placental insufficiency، من صار عندي placental insufficiency ايش راح يصير؟ الدايستول راح يختفي. تشوفون هنا الدايستول اختفى. ليش؟ لانه اكو resistance قدامه، فلو اكو ضخ وده يمشي الدم على الضخ اللي ده ضخ القلب يعني
لو اذا ماكو ضخ ما راح يمشي الدم، راح يوقف. ليش؟ لانه اكو ريزيستنس لي قدام، اكو شيء يعيقه. فشي يصير عندي هنا؟ يصير صفر. هسه من وصلنا لهنا معناها شنو؟ ابو السنر ايش راح يكتب لي؟ راح يكتب لي ترى عندك امبيرد دايستوليك فلو. طبعا هو مو راسا راح يوصل للصفر، اول شيء راح يبدي يقل 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 لانه وصل للصفر. فهذا هم هو عنده تشارتس، هم عنده يعني قراءات اللي تقول له انه بدا يقل، ترى بدا يقل بدا يقل بدا يقل. الان راح يقول لي انه يا ترى ما عندك اصلا فلو بالدايستول، يعني وصلنا مرحله خطره. بعدين شو يصير؟ بعدين يبدي يصير ريفرس فلو، يعني من اكو سيستول دا يمشي لي قدام، من راح السيستول يرجع لي ورا. فمن رجع يعني هاي الرجع لي ورا هاي نسميها ريفرس فلو. الريفرس فلو معناها شنو؟ معناها الامور كلش مو زينه وصلت، معناها البيبي وصل ممكن اسيديميا، وإذا وصل البيبي أسيدوسز راح يعني يوصل مرحلة أنه مالتي أورجان فيلير أند ديث. فأنت إذا وصلت البيبي لهاي المرحلة يعني لو تلحق عليه لو متلحق. يعني شنو؟ يعني البيبي إذا وصل لهنا للزيرو فلو بالدايستول فالمفروض أنت جايب. إذا وصل لهنا أنت إذا جايبت لو راح تلحق عليه لو ما راح تلحق عليه، لأنه هنا وصل للأسيدوسز، فاحتمال يطلع very tired واحتمال بعدين يصير عنده سي بي. اوكي، فتحاول انه ما توصل لهاي المرحله. مرات احنا شنو مثلا البيبي فيري بريماتور، يعني مثلا بعد خلينا نقول 37 ووصل هاي المرحله او 38، فاني اقول ايش يعني ايش اقول ويا روحي؟ اقول انا حتى لو طلعته وهو 28 ويك وهو بهاي المرحله يعني راح يموت من البريماتوريتي، خصوصا عندنا هنا. يعني احنا عندنا هنا كلش عندنا ديفيشنسي بالانتينيتال كير، العفو النيونيتال كير برا الحاضنات مالتهم ومستوى الكير مالتهم والسيرفكتنت موجود بأي وقت وسيباب وهاي كل هاي الأمور، بحيث تخليهم حتى لو البيبي طلع very premature 26 و25 ممكن يعيشوه. لكن احنا هنا بهيك gestational ages كلش 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 يعني الـ الاحتمالية انه يعيش راح تكون قليلة، لانه very premature راح يموت من البريماتوريتي، راح رأسا يجي بRDS ويعني والبرين بيه مشكلة والمالتي أورجن فيلير وبعدين سبتيسيميا ويموت. ف يعني قلت لكم إذا أحيانا نضطر نوصل لهاي المرحلة أنه من نوصل للريفرس فلو يلا نقول بعد خلاص يعني ها هي راح نجيب، لأنه بعد ما عندنا غير شارع راح يموت جوا، فنضطر نجيبه وبعد يم رب العالمين يعني أنه يكمل يعني يقدر يعيش يقاوم ويعيش له. لا طبعا من الأشياء اللي تصير بالآي جي أر أنه البيبي من يصير أندر ستريس يصير عند الأدرينالين release in higher levels than the normal baby for the same gestational age. هذا الشيء يسوي هذا will increase the lung maturity. لذلك تشوف البيبي أبو الIUGR يعني حتى لو كان 34 week مثلا جاي 33 week جاي بس تشوفه يعني active. ليش؟ أو يعني ونفسه زين. ليش؟ لأنه الستريس اللي كان عايش به خلاه يسوي ماتوريتي لللانج مات، فحتى يعبرون احسن من دول اللي يجون بريماتور بيكوز اوف اذر كوزز. اوكي اوكي هسه نرجع لهذا السلايد مالتنا. اذا احنا اذا لقفنا البيبي عنده مشكله بالجروث لا راح نحتاج انه نسوي له سيريال سكان اوف ذا جروث اند ذا دوبلر اوف ذا امبليكال ارتري، نشوف يعني شو وقت ما بدا عندنا هذا الفلو يقل وبعدين صار صفر وبعدين وصلنا مرحلة أنه راح نوصل للريفرس، إحنا رأسن نضطر أنه نطيها. طبعاً المفروض نطيها يعني سيرويز حتى نهاز دي لانج ماتوريتي وديليفر هير، والديليفري طبعاً most of the time أنه تكون باي سيزيريان لأنه they will not يعني tolerate vaginal delivery and labor يعني contractions of labor. اوكي هسه احنا من وقفنا انه البيبي اي جي ار ايضا نفس الحاله مال اي دي، لازم اعرف هذا ليش صار اي جي ار. المريضه راح تسالني اني اريد اعرف حتى بعدين انه المانجمنت هاي المريضه بعدين هذا ريكيرنت كوز لازم يعني اسوي فتشي بالنكست بريجننسي حتى لا يصير له، لا هذا مو ريكيرنت كوز. ايضا ارجع اجهزها تحاليل اسوي اخلي الام السونار تسوي لي ديتيلد سكان للبيبي انه اكو عندي انوماليز اكو كروموسوم الاحتمال فد يعني بيكتشر معينة. أوكي و يعني بعد ما يجي المفروض نسوي له كاريوتايبينج خاف أنه عدة فد كروموسومال أنومالي، وطبعا حتى الأب والأم نسوي لهم كروموسومال يعني سكانينج خاف عندهم الترانسلوكيشن جينيتك يعني كروموسومال ترانسلوكيشنز.
ونسوي سكرينينج فور ايضا فور تورج اذا كان عندها دايابيتس مثلا، اذا كان عندها بري اكلامسيا، هايبرتنشن، كرونيك هايبرتنشن، كلها هذه ممكن انه تسوي لي اي يو جي ار. اوكي بعد ما يعني انه اني طبعا الانتي فولس وليبيد انتي بوديز ايضا لازم اقيسها، يعني ولو انه احنا قلنا بالبريجننسي ما راح تكون، بس هم ناخذ فكره ونرجع نقيسها بعد ما يجي البيبي للدنيا حتى نتاكد انه كان الموضوع له علاقه بالانتي فولس وليبيد او لا. وحتى الاصل اي مثلا الاوتو اميون ديزيزز ايضا ممكن تسوي هيك شيء، فايضا ندزها مثلا انتي رو انتي لا، يعني اللي هم دني جماعه الاصل اي انتي دبل ستراند دي ان اي. إذا كان عندها مثلا ناخذ هيستوري من عندها كامل، كان عندها مثلا روماتويد ديزيز، عندها أزمة، ممكن أيضا نسوي اي جي ار إذا هي uncontrolled أزمة، ثايرويد بروبلم أيضا ممكن نسوي اي جي ار especially if it is uncontrolled، وكل الماترنال ديزيزز اللي ممكن أنه تأثر على الجروث اوف ذا بيبي. اوكي اوكي هسه احنا سوينا الانفستيجيشن حتى نعرف الكوست، بعدين قلنا شو نسوي، انه انا راح اضل اجزها كل اسبوعين جراف سكان جديد واشوف الدكتور. فيمتى ما شفت انه وصلنا مرحله هذا الجروث صار مو طبيعي او الدوبلر بلاد فلو صار مو طبيعي وقام يصير ريفرس فلو، اي هاف تو تيرمينيت ذا بريجننسي. راح اقعد وياها احاكيها افهمها اقولها انت اذا بقينا هذا الطفل جوا ات ويل باس، يعني شورلي راح يموت، فراح نضطر نطلعه، بس لأنه هو بريماتشور راح هذا يحتاج خدج، والخد ولو يعبر من عندها لو ما يعبر، لأنه هاي بعدين راح تجي احتمال تقاضيك تقول لك أنت ليش طلعت إياه إذا هو راح يموت، ليش ما خليته ببطني، يجوز كان كبر كان ما صار عليه شيء. فأنت لازم تاخذ الموافقة مالتها ومال زوجها ومال عائلتها، أمها أبوها شو من هم اللي مسؤولين وياها عن الموضوع، حتى يعني تتأكد تماماً أنه ما عندهم مشكلة، وبعدين راح يجون عليك يقولوا لك أنت جايبتها من وقت والبيبي مات من وراك. أوكي طبعاً هاي قلنا الانفستيجيشن اللي ممكن أنه نسويها، شوف حتى testing for syphilis و malaria و should be considered for those with high risk factor. أوكي إذن هذا موضوع الـ IUGR. نجي على الموضوع اللي بعده اللي هو diabetes and pregnancy. هسه عندكم سؤال لحد الآن، قلنا احنا شفتوه ان تقريبا الكوزز والمترابط الاي جي ار ويا الاي دي. عندكم questions قبل لا نروح على موضوع الدايبيتس؟ حسن عندك سؤال؟ نور؟ لا دكتورة. اوكي نحكي على الدايبيتس and pregnancy. الدايابيتس مثل ما تعرفون يعني عندنا pre pregnancy، ممكن تيجي المريضة هي أصلاً diabetic and she want pregnancy، ممكن تجيك حتى قبل الحمل. يعني البارحة مثلاً أنا كنت بالعيادة جت المريضة قالت لي دكتورة أنا عندي سكر وأرد أحبل. طبعاً هاي فشي كل زين، يعني المريضة يعني وصلت من الثقافة مرحلة بحيث أنا وهي تجي تقول لك يلا سوي الحمل، مو جتي ها دكتور ما أنا عندي سكر وأنا صار عندي حمل وأنا ما كنت أدري مثلاً أو أصلاً ما راجعت يعني. فمشكلتها المريضة مثلاً هذه اللي جتني البارحة كانت سألتها شلون سكرك؟ قالت لي سكري عالي. يعني ايش قد؟ قالت يعني يوصل 250 و300. ايش قد الهيموغلوبين اي 1 سي التراكمي هم يسموه؟ قالت لي قبل شهرين انا قصة طلعت 12. فقلت لها ما تفهمين. ليش؟ لأنه entering a pregnancy with such high hemoglobin A1C certainly will end with pregnancy complications. Fetal malformation كلش عالية بس مالتها. Abortion ممكن complications مال pregnancy يعني fetal macrosomia أو يجوز IUGR يصير. ممكن أنه يعني هي أصلاً يصير عندها deterioration بال يعني بالdiabetic control مالتها بعد أكثر وبالcomplications of diabetes. فإذا قبل لا تسوي حمل هاي المريضة المفروض تسوي كنترول، لأنه أهم فترة بهذه المريضة هي البري كونسبتشوال أريا أو البري كونسبتشوال بيريد اللي هي فترة تكون الحمل. هذه should be very well controlled blood sugar. زين
فاذا الدايبيتس ممكن قلنا يجي بري بريجننسي دايبيتس وممكن يجي لا جستيشنال دايبيتس. طبعا البري بريجننسي دايبيتس ممكن يكون هو انسولين ديبندنت وممكن يكون جزء المريضه اللي تاخذ يعني اورال انتي هايبوغلايسيميك ايجنتس وممكن لا هي اوريدي اون انسولين فنعدل نسوي كوركشن لل يعني الراندوم مالتها يلا نقولها اوكي يو كان جو فردر فور جيتينج بريجننسي. Gestational diabetes شو وقت يصير عادة أو هو defined as carbohydrate intolerance that begin or is first recognized during the pregnancy and in most cases it resolve after pregnancy. يعني أنا حتى أقول هذا gestational diabetes المفروض هو ما يبدي من بداية الحمل. أكو مرات مريضة مثلا هي جتي عادي تسوي antenatal يعني care فأنت من ضمن التحاليل دزيتها random طلع عالي مثلا هي بعدها بالearly بالfirst trimester فهذه تعتبرها هذه gestational diabetes؟ لا ليش؟ لأنه عادة gestational diabetes يبدي بالsecond and third trimester مو يبدي بالfirst trimester. بالfirst trimester هاي معناها هي عندها pre-pregnancy diabetes بس ما كانت تدري بي هسه درت بي لأنه هسه اجت تشيك والطبيبة درستها على random واكتشفت أنه عندها diabetes. اوكي اذا حتى اقول هذا gestational diabetes فالمفروض يدي بالsecond او third trimester وعاده it resolve after pregnancy. ممكن انه يتاخر الريزوليوشن مال تجوز 6 weeks بس most of them تشوفهم بس يجيبون وراها بايام قليله انه حتى مرات يعني بنفس اليوم يعني هي البارحه كانت بدها تاخذ جلوكوفاج على مود تسوي كنترول للبلد شوجر اليوم صبحت البيبي بصفها والراندوم مالتها كل زين يعني اصلا كل رجع طبيعي. ليش؟ لانه طلعت البلاسنتا وراحت الهرمونات اللي هي كانت احنا نعتبرها دايبيتوجينيك كانت هي مسويت لها هذه الجلوكوز الانسولين يعني ريزيستنس ومخليتها ان ستيت اوف دايبيتس. اوكي اذا احنا لازم نعرف شنو الايفكت مالت الدايبيتس على البريجننسي وبالعكس شنو الايفكت مال البريجننسي على الدايبيتس. ف مثل ما تعرفون أنه البريجننسي قلنا يزيد الدايبيتوجينيك هرمونز اللي هن البروجسترون، بلاسنتال لاكتوجين، هما البلاسنتال لاكتوجين، الأستروجين، كورتيزول، كل هندني راح يزيدهم، كل هندني راح يزودن الإنسولين ريزيستنس. فاللي هي عندها استعداد أصلاً لهذا الموضوع الإنسولين ريزيستنس راح يبين during pregnancy في سرعة gestational diabetes. واللي هي أساساً كانت diabetic during pregnancy she will need يعني more doses of insulin إذا هي أصلاً كانت عليه. أو more يعني higher doses of oral hypoglycemic إذا هي كانت عليه. ليش؟ لأنه قلنا أنه أصلاً الـ pregnancy هو diabetogenic status. أوكي؟ هسا نجي على لا الشطر الثاني أنه الـ effect of diabetes on pregnancy. خلينا نسأل منو نسأل؟ وارث جعفر؟ وارث نعم دكتورة. إيه احكي لنا وارد شنو الإفكت اللي تعرفها مالت الدايبيتس على البريجنسي. ممكن نسوي congenital malformation. عفوا. بعد. ممكن يصير عندنا يعني مثلاً miscarriage. أوكي. هاي بالearly pregnancy later on. ممكن نزيد polyhydramnia. Yes. وسوى ماكروسوميا. عفية ماكروسوميا. بعد. ممكن يعني مثلاً صير بالبيبي يصير عنده جوندس أو. يعني. تروح النيونيتال قبل النيونيتال بعدنا يعني بالبريجنسي قبل لا نروح على النيونيتال بعد إيش تعرف؟ ممكن يعني يصير عنده ستيل بيرث. Yes, very good. والإفكت على الدليفري. يعني ممكن يزداد الريت مال سيزيان سيكشن. Yes, because of the macrosomia. شنو قال بعد الكومبليكيشن بالدليفري مالتهم؟ شنو ممكن يصير عندهم؟ ممكن يصير عندهم لونج بون فراكتشر. Due to what? نيرف بوزيتيف. Due to what? هي راح تصير هم ماكروسوميا يعني اثناء البروسيجر يصير عندهم فراكتشر. لا هي اكو فد كومبليكيشن راح تصير ولانه راح نحتاج نسوي شويه اجريسيف مانوفرز ممكن تصير هاي الفراكتشرز. شنو هي الكومبليكيشن؟ ما اعرف اطياف.
نعم دكتور، شولدر ديستول شيء يساعدهم لأنهم أصلاً ماكروسوم كثير. عافية زين. اوكي، في الشولدر ديستوشيا ممكن انت راح تحتاج تسوي بيها تد مانوفرز شويه قويه تنتهي ب بريكال بلكسس انجري وتنتهي ب فراكتشرز اوف دي بونز، يعني مثلا كلافيكول او هيومرس. اوكي، بعد شنو الكومبليكيشنز؟ نيونيتال كومبليكيشنز. هيا نسال هيا. هيا اي شنو دكتور؟ سؤال مسمعي. neonatal complications شنو ممكن تصير؟ neonatal؟ إيه. دكتور ممكن صار عنده جوندس أو بوليسايثيميا. عشان. أو تيتاني، هايبوغلايسيميا. RDS طبعاً خطي أول واحد. الهايبوغلايسيميا والRDS هذني أول اثنين. RDS and hypoglycemia. أوكي؟ نعم دكتور. وبعد قلتي الهايبربلوروبينيميا، الهايبوكالسيميا، الهايبومغنيسيميا. هايبومغنيسيميا. هايبومغنيسيميا yes. Then كل all of these are neonatal complications for diabetes mellitus. وكل ما صارت الكنترول مالتنا very good and very strict control، كل ما قلت هاي الانسيدنس مال هاي كلها complications اللي حكيناها. يعني بحيث انه احنا مرات يعني الحمد لله من صرف strict control يطلع البيبي ولا مبين عليه انه هو ام عندها جستيشنال دايابيتس او دايابيتس. ليش؟ لانه احنا كلش التزمنا، المريضه كانت كلش حريصه، ومشينا على الرولز والجايز اللي انه انا حتى اطلع باقل الخسائر. زين، فاشوف انه لا يصير عندي انترا يعني او خلينا نقول يعني انتينيتال كومبليكيشنز، ولا يصير عندي بوستنيتال كومبليكيشنز. فكل ما كنا فيري ستريت كنترول كل ما يكون افضل. اوكي، طبعا نسينا ايضا البريجننسي اندوس هايبرتنشن، واحده من الكومبليكيشنز اللي ممكن يسويها الدايبيتس ان بريجننسي. يعني الدايبيتس يسوي هايبرتنشن، يسوي جستيشنال هايبرتنشن اند بريكلامسيا. اوكي، اذا هسه انا بري كونسبشن بلاننج ممكن قلنا هاي المريضه اللي تجي وهي اوريدي شي از ا نون كيس اوف يعني ا نون كيس اوف دايبيتس، اقول لها يو نيد تو هاف ا فيري ويل كنترول prior to entering the pregnancy. شنو الايم؟ شنو الايم ماتي؟ يعني انا شنو اللي اريده؟ اريد انه الفاستنج بلاد شوغر ما يتجاوز ال 95 او ال 100، يعني هيك خلينا نحكيها ملي جرام بير دي سي لتر او بالملي مول. اذا تشوفون هذا ال اذا تشوفون هذا السلايد، انه هذول البيشنت الدايابيتيك و ار بلانينج تو بيكم بريجننت، they should aim for a capillary plasma glucose target of fasting level of 5 to 7 millimole per liter. 5 to 7 يعني خلي انه الفاستنج ما يتجاوز قلنا ال 100 ال 110 هيك خلينا نقول مليمول، العفو مليغرام، ويعني 5 to 7. والبلازما جلوكوز ليفل of 4 to 7 مليغرام before meals at other times of the day. يعني before any meal، يعني أنا شو بالنسبة دولة اللي pre-pregnant دولة أقيس لهم before meals والfasting، فدولة دائما يعني أعلى قراءة أقبلها هي 7 مليمول. أوكي، أعلى قراءة أقبلها اللي هي تقريبا تطلع يعني هي 608 مليغرام، حط لها 18 شقد تصير 124، فيعني إذا ما تتجاوز 124 القراءة ال اي 124 ال level مالت الفاستنج مالت المريضة ما يتجاوز هذا الليفل، سواء فاستنج او بري برانديال او قبل الوجبات. اقولها انت حتى تدخلين، يعني هسه المريضة اللي قلنا هاي اجتني البارحة وقالت لي انه انا اريد احبل وسكرها يطلع 200 و230 و300، اقولها يابا انت ما تسوين حمل اذا ما توصلين لهذا الكنترول. ف